هتلاقي اي تشققات ولا قشف ولا اي مشاكل في رجليك، ولا هتلاقي سواد ولا غمقان، وهيزيل كل التشققات والقشف اللي في الرجل. كمان هتنضف رجليك جدا، هتخلي رجليك ناعمه زي الحرير. ما تنسيش تعملي بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان كل جديد يوصلك مني اول باول. شير الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا. اول حاجه هحطها معايا وهي معلقتين صغيرين من الملح، يعني او معلقه كبيره لو هتحبي تحطي ملح، يعني معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة تمام من الملح، ملح بتاع الاكل العادي. وهضيف عليها معلقة من الكربوناتو او الكربونات الصوديوم تمام. الملح من الحاجات المطهرة والمعقمة وبتزيل التشققات وكمان القشف اللي بيبقى في الرجل، وبينظف الوش بتاع الرجل، وكمان من الحاجات القوية قوي اللي بتدي نعومة حلوة للرجل علشان خاطر انها بتعمل سكراب بتشيل كل الجلد الميت. والكربونات من الحاجات المفتحة والسريعة واللي بتفور الغمقان والسواد، وكمان من الحاجات السريعة كمان في تبييض التشققات اللي هو بيبقى في تبييض الرجل، كمان من الحاجات الحلوة قوي اللي بتزيل التشققات اللي بتبقى في كعب الرجل تمام كده. وهضيف عليها معلقة صغيرة جدا او حاجة بسيطة جدا من اي نوع معجون عندي. بصوا انا حطيت كده حوالي نص معلقة صغيرة تمام. الكمية طبعا الصغيرة دي هتعمل اتنين رجليك الاتنين تمام كده. وهبدأ بقى ادخل كده الملح والمعجون والحاجات دي كلها كده في بعضها قبل ما احط اي مكونات تانية. اتأكد كده ان المعجون دخل في حبيبات الملح والكربونات، شايفين انا كده دخلت كل المعجون في المكونات. الخطوة دي مهمة قوي قوي. المعجون الاول ابدأي فرتتيه كده وقلبيه زي ما انت شايفه كده مع الحاجات اللي احنا حاطينها قبل ما تحطي اي سوائل. تمام. وهبدا اضيف معايا معلقه صغيره قوي من القهوه. القهوه بتشيل البقع، التصبغات، كمان اثر الصابو لو انت بتلبسي الصابو او حاجات مفتوحه في الصيف، فمن الحاجات الحلوة قوي انها بتفتح وبتوحد اللون لوش والرجل، وكمان من الحاجات اللي بتدي نعومة لرجليكي. القهوة من الحاجات الحلوة قوي، كمان غنية بالكافيين فبتوحد وتفتح بسرعة جدا. انا دي كلها مكونات جافة، لسه ما حطيتش اي مكونات سايلة تمام. وزي ما قلت لكم الكمية اللي انا عاملاها تعمل رجليكي الاتنين. وهبدأ اقلب. طبعا لو انت مليانة تشققات، مليانة غمقان في رجليكي، بتضعفي الكمية تمام. هنضعف الكمية، انما هنا عشان انا مثلا رجلي بستخدم الوصفة مرة في الاسبوع عامة، فانا عشان كده رجلي ما فيهاش اي تشققات كتير او اي خشونة او. فانت لو رجليكي فيها تشققات كتير، خشونة كتير، غمقان، هتضعفي الكمية تمام كده. انا هنا ابدأ ان انا احط كمان معايا معلقة صغيرة جدا من دقيق من الخل. هنحط معلقة صغيرة من الخل تمام. ناخد كده كمان حبة صغننة. الخل عموما من الحاجات الحلوة اللي بتشيل اي روايح كريهة في رجليكي، اي بكتيريا، من الحاجات القوية قوي كمان اللي بتفور اللي بتفور اي غمقان اي سواد، كمان بتشيل كل التشققات. بصوا انا حطيتها عملت ازاي. اهم حاجة الوصفة ما تبقاش معايا سايلة، انا عايزة الوصفة تبقى زي ما انت شايفة كده تمام. هنا بقى هبدأ احط معايا، هنا هبدأ ان انا استخدم معايا اي نوع شاور جيل. انا هحط كده معلقه شاور جيل اللي هو سائل الاستحمام، شاور جيل اللي هو سائل الاستحمام، وهبدا ان انا اقلب. دي كده بالنسبه لي السوائل، عشان كده انا ما كترتش برده خل تمام، عشان شاور جيل هو هيبدا بصوا يخلي لي الوصفه معايا ناعمه مش سايله، ناعمه تمام. ببدا ان انا احطها على رجليا وابدا اعمل حركات زي ما انت شايفه كده.
كل رجلي هبدأ أعمل حركات في كل الرجل، بطن الرجل ورجلي كلها بالشكل ده كده اهو. انا بحاول اوريك الفكرة عشان تطبقيها انت على رجليكي بالشكل ده على جميع رجليكي. وابدأي البسي لي، ابدأي البسي كيس بلاستيك على رجليكي وسيبيها نص ساعة. تمام، هي بصوا خفيفة وحبيبتها خفيفة قوي. وعايزه اقول لك ولا هتلاقي اي تشققات ولا اشف ولا اي مشاكل في رجليك، ولا هتلاقي سواد ولا غمقان، وهيزيل كل التشققات والاشف اللي في الرجل. كمان هتنضف رجليك جدا، هتخلي رجليك ناعمه زي الحرير، هتخلي رجليك وملمسها زي ملمس البيبيهات. بجد حلوه قوي، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. وما تنسيش تعملي بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان كل جديد يوصلك مني اول باول. شير الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتقولي بتتابعوني من اي بلد. باي باي.